عندك تيشيرت او بنطلون او عباية وقع عليهم الكلور بقى فيه بقع بالمنظر ده، هقولك على ابسط طريقة هنطلع بيها بقعة الكلور من اي ملابس سودا عندك. مش بس كده، ده انا جايبالك نصايح وحيل وافكار هتنفعنا ان شاء الله في كل بيت. تابعين لاخر الفيديو عشان الفيديو مليان افكار جميلة جدا. ولو اول مرة تشوف القناة ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك، فعل الجرس، اختار الكل عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف بقى أول فكرة معانا. لو عندك كده طفل البن، بعد ما شربنا البن فضع معانا كده في القعر شوية الطفل دول، مش هنرميهم، هنعمل بيهم حاجة جميلة جدا. بص بقى يا حبيبة قلبي، هنجيب بقى نص ليمونة وهنحصرها بالشكل ده على البن أو الطفل بتاع البن، تمام. بعد كده هنقلبهم سوا مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد ما قلبناه هنحطه بقى على ايدينا على البشرة، بيبيض البشرة، بيفتح البشرة، بيقشر البشرة كده، بيخلي البشرة كده بياض ناصع. بس يا حبيب قلبي اللي عنده حساسية من الليمون ما يحطش الوصفة دي، علشان في بشرة حساسة ما بتستحملش ان احنا نحط الليمون عليها، اي مادة حامضة كده على البشرة بتأذيها، فده للبشرة العادية، تمام. احنا بنفردها بالمنظر ده على ايدينا على البشرة بتاعتنا. لو البشرة غامقة بيفتحها وبيرطبها وبيخليها في منتهى الجمال. بنحطها على ايدينا او على البشرة كده هوت لمدة 3 دقايق، وبعد كده هو ما بتنشف بنغسل ايدينا وهوريك النتيجة. بعد ما غسلت ايديا بصوا المنظر، هوريكوا بقى منظر ايدي عاملة ازاي. يا رب يكون كده التصوير واضح والفرق طبعا واضح. الايد دي بصي بيضة ازاي والايد التانية لسه غامقة. الفكرة دي جميلة قوي، اعتمديها، جميلة جدا للبشرة. ويلا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي كده عشان نكسب حسنات. ويلا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده يا حبايب قلبي. دايما انتوا شايفين دايما كده بنجيب الكبدة بتاعتنا، الكبدة البلدي او اي نوع من الكبدة، وبنلاقي عليها نيجي نسويها الاول ما بنلاقيها كده فيها تكة او بتشد معانا، ما بتبقاش حلوة جدا في الاكل. فانا هوريك الطريقة دي جميلة جدا. طبعا بيبقى فيه غلاف كده شمعي بالمنظر ده، عامل زي البلاستيك بالظبط، ده الغلاف اللي بتبقى متغلفة بيه الكبدة. فبالشكل ده انا بوريهولك، بتشديها بالشكل ده. الغلاف ده بقى لما تشيليه يعني تشديه وتشيليه، هتقطعي الكبده وتسويها تاكلي احلى كبده في منتهى الجمال. هي بتبقى شديده شويه بس بقى ايه، بتشديها بالمنظر ده. انا خليت ابني هو اللي يشدها كده عشان اوريكم بس المنظر. بصوا منتهى الجمال، بتشيلي بقى الغلاف دوت كله والكبده بقى هتسويها، هتدعيلي ان شاء الله. ويلا بقى نشوف الوصفه اللي بعد كده. عندنا كده طبق وهنفضي فيه نوع اللب بتاعنا، اي نوع من اللب بالشكل ده، بس يا ريت اللب يكون يعني اللب قرع او لب عبادي الشمس عشان حوريك ازاي نقدر نقشره. ده لو عندك اطفال او حد كبير كده، السنان طبعا ما بيقدرش يقشر بيها اللب. حوريكي المنظر ده. بص بتجيب اي مشبك بلاستيك عندك بالشكل ده وبتضغطي على اللب بيتفتح بكل سهولة. هوريكي واحدة بصي بالمنظر ده، بتحطي اللب يعني عندك وبتضغطي عليه بالشكل ده. انا عشان بس التصوير، بتضغطي عليه بصي بتتفتح على طول بالشكل اللي انت شايفاه ده. فكرة جميلة جدا، اعتمديها ان شاء الله هتعجبك.
ما تنسوش تكتبولي من أنهي بلد بتتابعوني، وتشاركوا الفيديو ده لكل حبايبكوا وأصحابكوا وقرايبكوا عشان يستفادوا بكل المعلومات وكل الأفكار الموجودة في بالفيديو. تعالوا بقى هقول لكم على فكرة جميلة جدا. هاتي طاسة كده حطيها على النار أو حلة صغيرة، وحطي عليها كوباية كبيرة من المية، وحطي بقى ورق الغار فيها حوالي كوبشة كده من ورق الغار. وبعد كده عندك قرنفل، حطي حوالي برضو شوية صغيرين أو معلقة صغيرة من القرنفل، وخليهم يغلوا مع بعض. هنقلبهم ونخليهم بقى يغلوا مع بعض لغاية ما لونهم كده يغمق. بعد كده بنرفعهم من على النار، وتعالي بقى هنقولك هنعمل فيهم ايه. بعد ما شلناهم من على النار وسبناهم يبردوا وبقوا باللون ده وبالشكل ده، هنصفيهم في اي حاجة عندنا، في بولة، في كوباية، بس لازم يكون المصفة بتاعتنا تكون ضيقة، مش عايزة اي شوائب تنزل ايه في المية بتاعتنا. هنصبهم في ازازة فيها بخاف، وتعالي يا ست الكل هقولك هنعمل بيها ايه. لو عندك هموش، دبان، ناموس، اي حاجة من الحشرات دي زي ما عندي دلوقتي، وعملت الخلطة دي عشان ابيدهم، هو مش للابادة، هو لطرد الناموس والدبان والهموش. هنجيبهم كده في الاوضة اللي موجود فيها الدبان، بس لازم يعني ايه اطفي النور وافتح الشباك عشان الناموس والهموس بيجي على على النور، تمام. وبالشكل ده اول ما هرش منه هيطرد الناموس فورا. يعني احنا عملنا احلى طارد الناموس بمكونات طبيعية. ويلا نشوف الوصفة اللي بعد كده. عندي الشيح بالمنظر ده، وهجيب شراب عندي او حتة قماش، معلقة او معلقتين كبار من الشيح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وادي الشيح ده منظره بالشكل ده، جيبيه بقى من عند اي عطار، يعني ده بيتباع عند العطارين. هنحط معلقة او معلقتين كبار كده، ايوة بالشكل ده. بعد كده هناخدهم وهنجيب اي رباط عندنا، هنربطه باي رباط وهنعلقه بقى في اي مسمار عندك جنب الشباك ده. لو عندك برص او الوزغ اللي بيبقى عندنا في البيت وعايزين نطرده، احنا عملنا اقوى طارد للوزغ او للبرص. اول ما هيشم ريحته ما بيتقش ريحته، هيهرب من المكان فورا. وصفة جميلة جدا زي ما انت شايفة بعملها كده، وبعلقها جنب الشباك او الباب، المكان اللي بيخش منه البرص. وصفة جميلة جدا، اعتمديها في منتهى الجمال. ويلا نشوف بقية افكارنا. ما تنسوش يا حبايب قلبي ترفعوا الفيديو باللايك. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين لو عندك ليمون وعايزة تحافظي عليه انه من انه ما يتلفش معاكي ويفضل بقى لاطول فترة ممكنة عندك في التلاجة، عمره ما هيفسد ابدا، اعملي الخطوه دي. هاتي اي قماش او مناديل ورق، وحطي بقى في العلبه بتاعتنا من تحت كده حته القماشه او المناديل، ومن فوقهم برضو هنحط برضو منديل تاني، وهنغطيه وهنحطه في التلاجة كده، هنحافظ عليه لاطول فتره ممكنه. تعالي بقى اقول لك على طريقه حلوه جدا في تقشير الرمان، بتقشر معاكي بكل سهولة بالمنظر ده. بتقطعيها كده التلت الاولاني كده، وتشيل الغطا بتاع الرمان، وبتقطعيه من الجوانب عنده كل يعني كل اسم كده في خطوط كده جنب الرمان، بتقطعيه ناحيتها ده عشان يسهل معانا في التفصيص. وبعد كده بنقلبها بالمنظر ده، واي معلقة خشب عندك هتدق عليها كده او تخبطي عليها، كل الرمان بينزل في ثواني. تعالي بقى اقولك على فكرة حلوة، ده لو عندك الهدوم البيضة دايما بتبقى صفرة عندك كده وما بتنضفش،
تبقى صفرة على طول، بنحط المسحوق الاوتوماتيك العادي في الدرج الغسالة، ومباشرة بقى على الغسيل بتحطي معلقة كبيرة من الكربوناتو او صودا الخبز دوت او بيكربونات الصوديوم، وكمان معاهم معلقة من ملح الليمون. دي وصفة في منتهى الجمال، بتنضف بقى الملابس البيضة وبتخليها يعني ما عندكيش فكرة في البياض والجمال، بتبقى بيضة ناصعة ناصعة البياض. جميلة جدا بقى. وتعملي الدورة بالمية المغلية وبعد كده بيبقى في منتهى الجمال، هتلاقيها ابيض وفي منتهى الجمال. بتشغليها زي ما انت شايفه كده اهوت على درجه الحراره العاليه، وبعد ما بتتغسل كده وبشطفها عادي من غير اي زهره ولا اي حاجه، هوريكي بقى لون البياض بتاعها. كده عملنا دوره غسيل كامله، يعني اول غسله وتاني غسله وبعد كده الشطف بس على درجه حراره 90. بعد كده زي ما انت شايفه، بصي بياض القماش عندي، الملابس الداخليه كلها بقت بيضه، وبحب اجمعها كلها مره واحده واغسلها كلها مره واحده. وزي ما انتوا شايفين، لو عندك برضو اي ملابس سودا ولونها ابهتت، تعالي برضو شوفي الفكره دي. هنغلي كوبايه من الشاي، وبعد كده هنصفي منه التفل وهننزل بيه ده في الشطف. يعني انا غسلت خلاص الغسيل وده في الشطف، هنحط كوبايه من الشاي المغلي اللي طبعا اللي انا صفيته، وعليهم معلقه من الملح، وبعد كده بعمل درجه شطف الاخيره. كده الملابس السوداء عندي بتبقى مزهزهه في منتهى الجمال. بعمل بقى دوره الشطف، وتعالوا بقى نشوف المنظر بعد ما غسلناها. بعد الغسيل بقى وفصلت الغسالة، هطلع قدامكم الغسيل الاسود. وفي نفس الوقت يا حبايب قلبي، لما تيجوا تنشروا الغسيل الاسود نشروه من على الظهر، البناطيل والعبايات نشروها من على الظهر، وافضل حاجة تنشروها بالليل عشان الصبح بيبقى في شمس، الشمس دي بتبهت على الملابس، بتخلي لون الملابس بتاعتنا جهرانة كده بهتانة، فأفضل حاجة بنشر الغسيل بتاعنا الأسود بالليل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بيطلع في منتهى الجمال. تعالي بقى أقولك على فكرة برضو حلوة جدا. طبعا ساعات بنجيب البوك بتاعنا كده بنشتريه جديد، وبنلاقي فيه حتة الاسبونشة دي، السفنجة دي، هي مش السفنجة ده، هي حاجة مادة كده معمولة مش عارفة من البلاستيك ولا ايه. ممكن دي بنلاقيها مع الموبايلات الجديدة، وممكن نلاقيها في قلب شنطة، في قلب بوك، في قلب محفظة واحنا جايبينها، فبناخدها مش بنرميها. تعال اقولك هنعمل بيها ايه. هناخد حتة، وممكن نستخدم برضو الفكرة دي لو عندك اسفنج دوت اللي بيبقى في علب التلفزيون، علب اي علبة يعني فيها جهاز جديد، بناخد حتة منها. وتعال اقولك هنعمل بيها ايه. عندي بقى دوني، او عندك غسول اليد بيبقى ليه ريحة عطرية في منتهى الجمال، بناخد كده شوية منه وبنفردها بالطريقة دي. وتعالى اقولك هنعمل بها ايه. عندي ساعات الغسالة الاوتوماتيك بعد ما بخلص الغسيل وبتبقى مقفولة بقى لمدة طويلة، او بتقفليها كده، بتبقى ليها ريحة وحشة. تمام، هنحط قطعة السفنج دي جوه الغسالة بالشكل ده، بالشكل ده ريحة الغسالة هتبقى في منتهى الجمال. وعايزة اقولك برضو معلومة، بنيجي برضو كل فترة كده يعني اخر اليوم ممكن بنفتحها شوية، نهوي الغسالة شوية عشان مبقاش فيها ريحة يعني مش محببة، او ريحة كده يعني كريهة، فبنعمل الخطوة دي. وبتحط برضو حتة الفكرة اللي انا عملتها دي وتحطيها في الغسالة، بتخلي ريحتها في منتهى الجمال. عايزاكم برضو تكتبولي في الكومنتات ايه انهي فكرة عجبتكم اكتر. تمام، وهسيب لكم في الكومنتات
رابط كده بالأفكار المنزلية، لو عايزين أي فيديو شوفوه وتستفادوا بيه هتلاقوه، اضغطوا عليه كده وهتشاهدوا الفيديو. وتعالي بقى لو عندك أنبوبة مرهم أو أنبوبة معجون الأسنان والغطا بتاعها كده جيت تفتحيه ما لقيتهوش، لقيتيه ضايع، اعملي الخطوة دي. هاتي بقى الشمع عندك اللي هو بلاصق، الشمع اللاصق اللي عندك، أو كان عندك مسدس شمع ماشي، هتسيحيه كده وتعملي منه غطا للأنبوبة بالمنظر ده. بعد ما بينشف كده بصي كده عملت غطا للأنبوبة. تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده، دي آخر فكرة معانا، وهنشوف لو عندك أي بنطلون أو جيب أو عندك يعني عباية اندلق عليها الكلور. أهم حاجة حبايبي أول ما يدلق الكلور لازم نغسله فورا، لازم تحت الحنفية كده ناخد القماش وتحت الحنفية كده بنطلع الكلور اللي عندنا. وتعالي بقى نعمل خلطة كده عشان يرجع لونه أسود تاني. هنجيب كده معلقة من الشاي الأسود اللي عندنا، وبعد كده عندنا الفحم اللي بنستخدمه في الشوي. انا دقيته كده بس ما تدقهوش، اوعي تدقيه يعني على الرخامه ولا اي حاجه لحسن يكسر الرخامه بتاعتنا، دقيه على درجه السلم بره او في مكان يعني ما يكونش يعني على بلاط ولا حاجه تتكسر معانا. وما ينفعش برده نطحنه في مطحنه عشان المطحنه برده ايه ما تاثرش عليها. هنحط زي ما انتوا شايفين معلقه كبيره بقى من الفحم اللي احنا طحناه، تمام. بعد كده هنجيب الخل، هنحط يعني مش هنعجنه بميه ولا نقطه ميه، بالخل بس. هنقلبهم هما كده مع بعض بالشكل ده، لازم بقى يدوبوا خالص ويختلطوا كده مع بعض. لو عايزين برضو شويه خل تاني هنحط، هنشوف القوام بتاعهم. بص بالشكل ده يعني خلطة في منتهى الجمال، هترجع الحاجة اللي عليها الكلور هترجعها تاني. زي ما انتوا شايفين جبت بقى بقعة الكلور وحطيت عليها الخلطة دي، لازم بقى ايه نضغط عليها كويس عشان تتشرب مع القماش. يعني انا حطيتها بعد كده وبعد كده فرقتها بايدي، عايزاها ايه تتغلغل كده جوه القماش بالشكل اللي انت شايفاه ده. حزقي بيها بقى ايه حتة القماش كلها اللي عليها الكلور. وبعد كده يا حبايب قلبي بعد ما بملاها باخدها بقى يعني من بالليل للصبح، احطها في مكان في هوا، احطها في البلكونة لغاية ما تنشف معايا. بعد ما تنشف معايا هقولك هنعمل بيها فيها ايه. زي ما انت شايفة كده هو انا عايزة اوريكي، مفصلش الكاميرا ووريكي بس المنظر، بشربها كلها بالخلطة اللي انا عملتها. بقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، باخدها زي ما هي كده وبحطها بقى في الشمس يعني او من بالليل للصبح، تمام. تاني يوم بقى انا جبت معايا طبق فيه مية وهبتدي اغسل انزل بقى كل الزوايا، الحاجة الزايدة اللي عندي، الفحم بقى والحاجات دي، الحاجة اللي زادت عندي. زي ما انتوا شايفين انا بنزل كده وبغسلها بالمنظر ده، انا بعملها ايه اختبار قدام عينيكوا اهو عشان ما حدش يقول انا ايه فصلت الكاميرا ولا حاجه. وادي الفحم الزايد اللي عندي، وادي زي ما انت شايفه لون القماش، يعني حاجه في منتهى الجمال. جربيها ان شاء الله هتعجبك. وكده ان شاء الله انا وصلت لاخر الفيديو، كان معاكم يوميات قرنفله وافكارها. ادعموني بقى باللايك، بالله عليكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس، اختاروا الكل وشاركوا الفيديو ده في صفحتكم الشخصيه عشان لما تعوزوه تلاقوه. واخر حاجه حبايبي بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد.